وللحديث عن الفساد الحكومي المستجري في مؤسسات الدولة معنا هاتفيا من بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي، مرحبا بك. إذا صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن العراقيين أكثر تشاؤما من مع قدوم الحكومة الجديدة، يعني هل تتوقع دكتور قحطان أن تختلف الحكومة الجديدة عن سابقتها؟ حياك الله اخي العزيز، وحيا القناه وحيا المشاهدين الكرام. وحياك اهلا بك. حقيقه التوقع لاي شيء يبنى على معطيات منطقيه حتى يتم يكون التوقع منطقي ومعقول. نعم. فالتوقع بان يحصل شيء ايجابي في الحكومه القادمه للعراق هو لا يتوفر على معطيات منطقيه. وذلك لان الحكومه هذه وأسست على ذات الأسس السابقة بما فيها المذهبية والطائفية والمحاصصة والارتباطات الإقليمية، على ذلك تصري الفساد بشكل بحيث أثقل الجميع ولم تعد الحكومة قادرة على محاسبة إنسان الفساد، وحتى هم الذين جاءوا بالحكومة الحالية وهيئوا لها أسباب وجودها بما فيها التغييرات التي شملت الانتخابات. إذا حقيقة الأمر لا يمكن ان يتوقع المرء ان هناك تغير حقيقي او شيء ايجابي ذلك العراق، يقول اجماع على يقين بانهم امام حكومه لا تختلف عن السابق بل اسوء، وبالتالي من حقهم ان يتشائموا. طيب دكتور قحطان، لجنه النزاهه النيابيه ذكرت ان 90% من ملفات الفساد تعود لرؤوس كبيرة، هل معنى هذا أنه يعني من الصعب محاسبة المتسببين بضياع الأموال في العراق؟ هذا أيضا نحن حذرنا عليه منذ وقت ليس قليل. نعم. وقمنا ما يعادل أو يزيد عن الترجمة نصف تريليون دولار تم تبديده من قبل خلال أربع سنوات ماضية. ثم أن حصار الفساد لم يعد يملكه فقط المال مال السحت، بل ملكوا اضافه ذلك عناصر مسلحه، فصائل مسلحه هي على واقع حالها اقوى حتى من الدوله. على ذلك الارتباطات الواضحه لهذه القوى وهذه الشخوص الفساد في قوى اقليميه جعلت الثلاثيه تكمل بعضها البعض، المال والقوى الداخليه المتمثله والدعم الخارجي المنحاز. لذلك نرى احنا هذه الافق التي حدثت قبل مده قليله ايام قليله وهي ان يصطدع صلاح اسد وترتب له قبض شكلي في لبنان، القيمه ان تربوط غير موجود فقط في لبنان، وجيء به من لبنان الى بغداد ومحاكم شكليه وبرع عبد الفتاح السلمي ثبت بما ما يقبل النقاش. اذا نحن اضافت ثم حتى موضوع البصمة الذوية الذي أثيرت قضاياه على عادل سابق عبد المهدي عندما كان في مصر السابق واستقال على دارها، لم تحسب حقيقة الأمر بالشكل الذي يبرئ الأمور للقارئ أو للمتبع. لذلك نحن نقول أن العملية السياسية وشخوص الفساد بعد وجهان لعملة واحدة. عند الفاسد هو الآن يملك زمام امور سياسيه في البلاد، وبالتالي لا يمكن لحكومه المهدي او سوى ان الفساد او ان يقلل من الفساد مهم، الا اذا اراد الفساد ان يقلل لذاته حساباته الخاصه به. ولكن دكتور ان تقر لجنه النزاهه بضياع اكثر من تريليوني دولار دون العمل على استردادها، يعني كيف اضيعت هكذا مبالغ ضخمة ومن المتسبب بضياعها؟ أكيد المتسبب هي الحكومة باعتبارها هي الجهة التنفيذية. نعم. هي مسؤولة عن المال العام، وبالتالي المشكلة الكبرى أن لا حسابات ختامية في كل الموازنات السابقة سواء تلك التي قيل عنها انفجارية أو غير انفجارية، ثم أن هناك اشياء كثيره او هناك تساؤلات حتى يتأكد انه ما الذي جعل البنك المركزي في الموصل يحتوي على اموال ضخمه بالسويعات من دخول داعش، ثم هذه الصفقات العسكريه العملاقه التي
تسكب الالوف، لا احد يتابعها ولا احد يعاتبها. ثم هذه المنشآت التي ما ان تدق بدايه بناياتها حتى يهرب المقاول ولا جهه مسائله كما حصل في المدارس الايرانيه التي تنشأ في العراق ويعمل خزائن. اذا هذه كلها تشير الى ان هذه الاعمال الفاسده لا احد يقوى الا ما حصلت فيها هي الطريقه التي تحب. اولا ان الذي يسال هو الفاسد واحد، اما الثانيه هو ان الفاسد هو اقوى من المسؤوله بالدوله، ولكن للاسف الشديد نقول لا، الفاسد هو الذي يدير الدوله والذي يدير الدوله، وحتى المساس كما هي المسائل سواء والنزاهه وغيرها هم اهل فساد وهم لا يعملون الا جهه الفساد، وبالتالي التشاؤم هو سيد الموقف. ولذلك هناك بفرض ان اضع تشاؤم امام المواطن العراقي حتى يأس من مستقبله، لا، بقدر ما اقول ان عمليه تغيير مستقبل المستقبل لمستقبل افضل تاتي من خلال تغيير عمليه سياسيه تغييرا جذريا، واذا هناك الى تعديلات حقيقيا. اذا تشخيصنا يقبل في العمليه السياسيه ذاتها وبشخوص العمليه السياسيه. نعم، شكرا جزيلا لك هاتفيا من بغداد، استاذ العلوم السياسيه دكتور قحطان الخفاجي.